مرحبا بكم في عرض الوحدات، دعونا نبدأ. إذا أردت أن أسألكم أو إذا أردت أن أقول أنني سافرت مسافة 5% كيلومتر، مسافة 5% كيلومتر، إذا سافرت مسافة 5% كيلومتر فكم سنتيمتر قد سافرت؟ علامة الاستفهام تلك تدل على الحسابات. إذا قبل أن نبدأ بالحسابات من المهم أن نعرف ماذا تعني هذه المقاطع الأولى سنتي وكيلو، ومن الجيد أن تحفظ ذلك قبل أن تقوم بحل المسائل. إذا كيلو يعني ألف، كيلو يعني ألف، الهكتو يعني مئة، والديكا يعني عشرة، والديكا يعني عشرة. ومن ثم بالطبع أنه عندما لا توجد مقاطع فإن ذلك يعني واحد بدون مقطع أولي، بدون مقطع يساوي واحد، الديسي يساوي واحد، واحد من عشرة أو واحد على عشرة. السنتي سأبقى أتنقل بين الحالات، السنتي يساوي واحد من مئة أو واحد على مئة، ثم الملي يساوي واحد من ألف وذلك يعادل واحد على ألف. في اللغة مقطع سنتي يعني مئة، سنتي يعني مئة، وملي يعني ألف، ملي يعني ألف. فإذا كان لدي 5% كيلومتر فكم سنتيمتر يكون لدي؟ عندما أقوم بحل هذه المسألة في الواقع سوف أختصر هذا إلى كم، وسأختصر السنتيمترات إلى سم. دعونا نقول أن 5% كم أو كيلومتر، حسنا إذا أردت أن أحول هذا إلى متر فهل سيكون أكثر من 5% أو أقل من 5%؟ حسنا، الكيلومتر يعتبر مسافة كبيرة، إذا بدلالة المتر سيكون عدد أكبر بكثير، فيمكننا أن نضرب هذا بألف متر، وسوف أضعه على واحد كيلومتر، وكم يكون حاصل الضرب؟ حسنا، 5% ضرب ألف يساوي 50، أليس كذلك؟ لقد ضربت 5% ضرب ألف، وبالنسبة للوحدات لدي الآن كيلومتر ضرب متر على كيلومتر، فيتم حذف الكيلومترات، وهذا مألوف بالنسبة لك. يمكنك أن تتعامل مع الوحدات بنفس الطريقة بالضبط التي تتعامل بها مع الأعداد أو المتغيرات، طالما أن لديك نفس الوحدة في البسط والمقام فيمكنك أن تحذفهما. وهذا يساوي 50 متر، ومن الجيد دائما أن تتحقق بعد كل خطوة عندما تقوم بحل مثل هذا النوع من المسائل فإنك ستكون حسنا. أردت الانتقال من كيلومتر إلى متر فإن العدد سيكون أكبر، وتكون دائما مرتبكا. حسنا، ها أضرب بألف أم أقسم على ألف؟ وعليك أن تقول دائما حسنا. إذا كنت أنتقل من كيلومتر إلى المتر فإن واحد كيلومتر يساوي ألف متر، أليس كذلك؟ لذا سوف أضرب بألف وسأحصل على عدد أكبر، ولهذا السبب انتقلت من 5% وضربته بألف وحصلت على 50. إذا دعونا نقول أن 5% كيلومتر تساوي 50 متر. نحن بحاجة الآن أن نحول المترات إلى سنتيمترات. حسنا، نفعل نفس الشيء، 50 متر ضرب كم؟ إذا ما هي العلاقة بين المتر والسنتيمتر؟ حسنا، إذا نظرنا إلى الجدول سنرى أن 100 متر تساوي 100 سنتيمتر تساوي متر واحد. إننا ننتقل من وحدة كبرى إلى وحدة صغرى، إذا الوحدات الكبرى يساوي مجموع من الوحدات الصغرى، لذا سنضرب، نقول ضرب 100 سنتيمتر لكل متر، أليس كذلك؟
وهذا منطقي، ويوجد 100 سنتيمتر في كل متر، إذن 50 متر ضرب 100 سنتيمتر لكل متر، 50 ضرب 100 يساوي 5000، ومن ثم يتم حذف المتر ونحصل على سنتيمتر. إذا ما لدينا هنا هو 5% كيلومتر يساوي 5000 سنتيمتر. دعونا نحل مسألة أخرى. أعتقد أنه كلما رأيت مسائل أكثر سيكون الأمر أبسط. دعونا نفترض أن لدي 422 ديسغرام، الغرام وحدة قياس للكتلة. إذن الغرام الواحد عبارة عن مقدار صغير جدا، ويتم قياس الذهب بالغرام، وأريد أن أحول هذا إلى ملغرام. إذن قبل أن نبدأ بحل المسألة دعونا نتحقق هل أننا ننتقل من وحدة كبرى إلى وحدة صغرى أم من وحدة صغرى إلى وحدة كبرى. حسنا، ديسغرام يساوي 1/10 غرام، وأنا أنتقل من 1/1000 من الغرام، ويوجد طريقتين للقيام بهذا. يمكننا أن نحول إلى غرام ومن ثم نحول إلى وحدة أخرى، وهذا في بعض الأوقات يكون مربكا، أو يمكننا أن نقول حسنا كم ميليغرام يساوي 1 ديسغرام. حسنا، الميليغرام كما نرى هنا هو 100 ضرب شيء أصغر. لكي ننتقل من 1/10 إلى 1/1000 علينا أن نقلل الحجم بمقدار 100، لذا يمكننا أن نقول أن 422 ديسغرام ضرب 100 ضرب 100 ملغرام لكل ديسغرام، ومن ثم يتم حذف الديسغرام، وسوف أحصل على 422 ضرب 100، وهذا يساوي 42200 ملغرام. الآن الطريقة الأخرى التي تستخدم لحلها هي الطريقة التي استخدمناها في المسألة الأخيرة. يمكننا أن نقول 422 ديسغرام، يمكن أن نقول 422 ديسغرام، إنها ليست وحدة مألوفة ديسغرام. وكم ديسغرام موجود في كل غرام؟ إذا انتقلنا إلى الغرام فإن 422 كم تساوي من الغرامات؟ إذا يمكننا أن نقول ضرب 1 ديسغرام يساوي كم غرام؟ حسنا، 1 ديسغرام يساوي، لا آسفة، 1 غرام يساوي كم ديسغرام؟ حسنا، 1 غرام يساوي 10 ديسغرام. والسبب أن هذا منطقي هو إذا كان لدينا ديسغرام في البسط، هنا نريد ديسغرام في المقام، فإذا قمنا بحذف الديسغرام فإن 422 ديسغرام يساوي، يقسم هذا على 10 يساوي 42.2 غرام. والآن يمكننا أن ننتقل من غرام إلى ملغرام. حسنا، هذا بسيط، 1 غرام يساوي 1000 ملغرام، لذا يمكننا أن نقول ضرب 1000 ملغرام لكل غرام. يتم حذف الغرام ويتبقى لدينا 42200 ملغرام، أليس كذلك؟ 42.2 ضرب 1000. أتمنى أن ذلك لم يربككم كثيرا. الشيء المهم هو أن تعودوا خطوة إلى الوراء وتتصوروا وتفكروا، هل يجب أن أحصل على عدد أكبر أو عدد أصغر من الذي بدأت به؟ أعتقد أنكم جاهزون الآن لأن تجربوا بعض المسائل. استمتعوا بوقتكم.